ليش راح جود شبه؟ تركنا انفراد لحتى نحكي براحتنا. عادي شو الموضوع؟ انت بتحبيني شي؟ شو هالحكي هاد؟ مين الغبي اللي قال لك يا؟ مو مهم مين قال لي، جاوبيني بتحبيني شي؟ لا طبعا مو معقول هذا الشي. شو هاد اللي عم تعمله؟ لكن ليش قلبك عم يدق وكأنه رح يطلع من مكانه؟ اجاني تليفون وراجع على اسطنبول. انا كمان جاي، بينشغل بالهم علي هلا. جيهان. ايه انا بوصلك معي. لا انا بروح مع جود احسن. قلت لك بوصلك. البنت قالت لك بدها ترجع معي.